اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطنه العامه. ايه هي انيميا الفول؟ القصه وما فيها ان في انزيم في جسمنا اسمه جي 6 بي دي. الانزيم ده وظيفته ومسؤول عن انه يحمي كرات الدم الحمراء من ان هي تتكسر لما تتعرض لحاجه اسمها اوكسيديتيف ستريس او للاكسده. يعني مثلا الشخص اللي عنده انيميا الفول والانزيم ده بيكون ناقص عنده، فبيحصل عنده تكسير في كرات الدم الحمراء ويحصل عنده انيميا لما الشخص ده مثلا ياكل فول او مشتقاته، او حتى يلعب في ارض مزروع فيها فول، او مثلا لما الشخص ده ياخد بعض الادويه الممنوعه عليه واللي هنقولها بالتفصيل بعد كده، او مثلا حتى لما يجيله عدوى سواء كانت عدوى بكتيريه او فيروسيه. كل الحاجات دي ممكن تسبب له انيميا شديده وممكن تسبب له تكسير في كرات الدم الحمراء لما الانزيم ده اللي هو الجي 6 بي دي يكون ناقص. طيب ايه سبب نقصان الانزيم ده عند الانسان؟ الحقيقة ده مرض وراثي منتشر جدا في العالم وفي الوطن العربي وفي مصر خصوصا، وهو من اكتر الامراض الوراثية المنتشرة في العالم. المرض ده بينتقل من الاباء للابناء على الكروموسوم اكس، وعشان كده غالبا بنلاقيه في الذكور في الرجالة، لان الذكور عندهم اكس واحدة بس، لان زي ما احنا عارفين الذكر بيكون اكس واي، فهو عنده اكس واحدة بس. لو حصل فيها مشكلة بيظهر المرض على طول بصورة كاملة. أما السيدات فعندهم 2X، فلو حصل مشكلة في X واحدة الإكس التانية بتعالج الموضوع وبيكون الإنزيم مش ناقص عندها، لكن بتكون في الوقت ده حاملة للمرض كارير وبتنقله لأبنائها بعد كده. إزاي بنشخص المريض اللي عنده أنيميا الفول؟ إزاي نعرفه وبيشتكي من إيه؟ المريض اللي عنده أنيميا الفول ممكن يكون ما بيشتكيش من أي حاجة تماما، لأن الإنزيم ده في منه أنواع كتيرة، وكمان على حسب كمية نقص الإنزيم ده في جسم الإنسان، فممكن يكون نقص بسيط ما يسببش أي مشكلة لكن المرض يكون موجود. ممكن كمان نعرفه عن طريق الطفل حديث الولادة لما تجيله الصفرة في اليوم الأول، ودي طبعا بتكون غير الصفرة الطبيعية اللي بتيجي للأطفال اللي غالبا بتبقى في اليوم الثالث من الولادة، وكمان بتبقى شديدة شوية ومستمرة وممكن تعمل شوية مشاكل. نيجي بقى للصورة الكلاسيكية الموجودة في مصر. طفل اقل من 5 سنين كل سندوتش فول او كل فول اخضر او كل طعمية او اي حاجة من مشتقات الفول، فحصل عنده تكسير في كرات الدم الحمراء وانيميا، فالطفل بقى في حالة اعياء، لونه بقى شاحب او بهتان، عينيه اصفرت، وشه اصفر او جلده كمان اصفر، بيجي لون البول بتاعه احمر او زي الشاي، وطبعا بيكون عنده نهجان شديد. فلما يروح للأطباء في المستشفى وبيعمل تحاليل، ففي تحاليل الدم اللي بيطلع فيها أول حاجة أنيميا، بعد كده بنلاقي ال LDH عالي، بنلاقي الريتيكولوسيتوزيس عالي. الريتيكولوسيتوزيس اللي هي كرات دم حمراء غير ناضجة immature، النخاع العظمي بيحاول يعوض الوضع شوية فبيطلع كرات دم حمراء غير ناضجة في الدم اللي هي الريتيكولوسيتس، فبنلاقيها عالية. كمان بلاقي البيلروبين عالي mainly indirect اللي هي نسبة الصفرة، بنلاقيها عالية. بنعمل تحليل البول بنلاقيه دارك غامق، وبنلاقي هيموجلوبينوريا وهيموسيدرينوريا. لما بنعمل بلاد فيلم او سمير بنلاقي في حاجة اسمها هيميجوستس، ممكن الاقيها، ممكن الاقي البايت سيلز، ممكن الاقي الهاينز بوديس. في الوقت ده في وقت الانيميا الشديدة دي ما بعملش الانزيم ده، ما بقيسوش في الوقت ده، لان زي ما قلنا الريتيكولوسيتوزيس اللي حصل كرات الدم الحمراء الغير ناضجه اللي طلعت بيكون فيها كميه كبيره من الجي 6 بي دي ده، فلو عملت التحليل في الوقت ده هيطلع غلط، هيطلع ان الانزيم طبيعي وهو مش طبيعي ولا حاجه، ده الريتيكولوسايتس هي اللي فيها انزيم زياده. فانا لازم استنى على الاقل شهرين او 3 لحد ما اعمل واقيس الانزيم ده في الجسم واعمل تحليل الجي 6 بي دي السيل. ممكن في الوقت ده في المستشفى الطفل يحتاج نقل دم لو كان التكسير شديد والانيميا شديده. كمان لما بزيل السبب والطفل يبطل ياخد الفول او ياكل الطعمية او يبطل ياخد الادوية اللي بتسبب التكسير ده، بنلاقي ان الهيموجلوبين رجع طبيعي والانيميا اتظبطت وبقى الشخص طبيعي. نيجي بقى لاهم نقطة في الموضوع، الشخص اللي عنده انيميا الفول ياكل ايه وما ياكلش ايه وايه الممنوع عنه؟ في بعض الاطعمة ممنوعة على مريض انيميا الفول، وفي بعض الادوية ممنوعة على مريض انيميا الفول. بالنسبة للأطعمة طبعا أول حاجة الفول ومشتقاته، حتى المرض ده ليه اسم تاني الفافيزم، فافيزم ده نسبة إلى الفافابينز اللي هي الفول، فالفول بكل مشتقاته ممنوع تماما على الطفل، سواء طعمية بصارة أي حاجة داخل فيها الفول. ولازم ننبه على الأم وننبه على الطفل نفسه إذا كان بدأ يفهم، وننبه على الحضانة وننبه على المدرسة على النادي على أي مكان الطفل ممكن يأكل فيه، لازم نعرفه إن عنده أنيميا الفول فما ياخدش فول ولا أي حاجة من مشتقات الفول.
كمان فول الصويا ممنوع، فول الصويا والحاجات اللي بتتصنع من فول الصويا، فلازم برضو نبص على كل حاجة حتى لو بنشتريها من السوبر ماركت ونشوف مكوناتها ايه. اذا كان فيها فول الصويا برضو الطفل ده ما ياخدش المنتجات دي. الحنة كمان ممنوعة لمريض انيميا الفول، سواء اللي بتترسم على الايد او اللي بتتحط في الشعر. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هي البقوليات. هل الفاصوليا والبسلة والسوداني واللب والسمسم وكل حاجة بتتقسم اتنين زي ما بيقولوا، هل دي ممنوعة على مريض انيميا الفول ولا لا؟ الحقيقة في كلام كتير في الموضوع ده، وهما لحد دلوقتي مش قادرين يثبتوا اذا كانت الحاجات دي بتسبب تكسير كرات دم حمراء وانيميا ولا لا، فعشان كده بيمنعوها احتياطي. نيجي بقى للأدوية الممنوعة على مريض انيميا الفول. في لستة كده من الأدوية ممنوعة على مريض أنيميا الفول، فأنا بنصح المريض نفسه أو الأم إن هو ما ياخدش علاج من دماغه، ما ياخدش علاج من نفسه، وما ياخدش علاج من صيدلية، لازم يكون باستشارة الطبيب، ولازم كمان يعرف الطبيب إن هو عنده أنيميا الفول. الأدوية دي في العموم يعني هي في بعض المضادات الحيوية وبعض الأنتي مالاريا، المضادات لعلاج الملاريا، الأسبرين مثلا، دي طبعا الحاجات المشهورة. لكن طبعا انا هجيب الادوية كلها عشان لو عايز تراجعها وتعرفها في اي وقت هتلاقيها موجودة معانا هنا. والصف الاولاني ده معناه الدواء ده هاي ريسك ولا لو ريسك انه يعمل هيموليسيس، فكل صفحة هنقول بس المشهور فيها وانت بعد كده ممكن تراجعها بنفسك. هنا مثلا فيتامين سي، كلورامفينيكول، سيبروفلوكساسين، اسيتازولامايد. اما هنا مثلا زي الكولشيسين، ادويه السكر زي الجلايميبرايد والجليكلاسايد والجلابناكلامايد، وكمان الهيدروكسكلوروكوين والدوبامين. هنا مثلا فيتامين كي، ليفوفلوكساسين والليفودوبا والايزونايزايد. هنا مثلا الاسبرين، الناتروفرونتوين وعيلته، النورفلوكساسين والاوفلوكساسين والفينوتوين. وهنا ادويه الملاريا طبعا ممنوعه زي ما احنا عارفين. وهنا مثلا أدوية السلفة برضو ممنوعة، وهنا كمان أدوية السلفة، وحاجة كمان النفتالين. النفتالين ده اللي بيتحط للهدوم عشان يحفظها، أو اللي هو المادة الحافظة دي، برضو ممنوعة على مريض أنيميا الفول، وممكن تعمل له تكسير كرات دم حمراء لو بلغها بالخطأ. وفي النهاية أحب أشكركم، اشترك في القناة، اعمل لايك وشير. شكرا لكم.